الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. صدق الله العلي العظيم. كل مؤمن على نحو القضية الطبيعية يصدر من نفسه أمورا طيبة إلى من حوله، بحدود معينة. يعني ماذا بحدود معينة؟ يعني المؤمن له إشعاعات إيجابية، إشعاعات لروحه، إشعاعات لنفسه، إشعاعات لجسمه. المؤمن يصدر من نفسه إشعاعات إيجابية ينقلها إلى بعض الأشخاص الذين يعيشون حوله، وليس فقط إلى بعض الأشخاص فقط، بل حتى إلى بعض الأشياء التي تكون حوله. هذا المعنى بالنسبة للمؤمن على نحو الإجمال موجود في المتواتر من الروايات الشريفة، قطعا العشرات من الروايات الشريفة، لعلها المئات من الروايات الشريفة على نحو الإجمال تبين هذا المعنى، هذا الذي نسميه بالبركة. كلامنا ليس هنا، هذا شيء من الواضحات يعتبر جدا. كلامنا أين؟ عن أنه ما هي الموانع لهذه الإشعاعات؟ بعض المؤمنين لا يصدر من نفسه إشعاعات إيجابية بسبب وجود مانع. بعض الأشياء تمنع من صدور هذه الإشعاعات من الشخص المؤمن. ما هي تلك الموانع؟ أنت المؤمن بطبيعتك الإيمانية عندك إشعاعات إيجابية لمن حولك ولما حولك. من؟ للأشخاص. ما؟ للأشياء. ولكن بعض المؤمنين عندهم موانع، عنده مشكلة، هذه الإشعاعات لا تصدر منه، ما عنده إشعاعات إيجابية. ما هي الموانع؟ الموانع كلمة واحدة: الذنوب.
الذنب يجعل الشخص المؤمن لا تصدر منه إشعاعات إيجابية أو تضعف هذه الإشعاعات، تصدر ولكن بصورة ضعيفة. موانع الذنوب، موانع على نحو القضية الطبيعية، عندما نقول مؤمن، المؤمن بطبيعته تصدر من هذه الإشعاعات الإيجابية، ولكن توجد موانع لبعض المؤمنين. إذا أردنا أن نذكر مثالا ماديا، الوردة التي لها رائحة طيبة، رائحة طيبة قوية جدا تفوح إلى أمتار، من وجود هذه الوردة الرائحة الطيبة تفوح. أحيانا يوجد شيء بجانب هذه الوردة، هذه الرائحة الطيبة لا يشم منها لوجود رائحة كريهة جدا بجانبها، أو هذه الرائحة تشم بصورة خفيفة. يعني هذا الشيء الذي يصدر رائحة كريهة إما يغطي كليا على رائحة الوردة أو يضعفها. هذا كمثال تقريبي، لعل البعض يسأل كيف يمكن يعني المؤمن يصدر إشعاعات طيبة، إشعاعات إيجابية؟ المؤمن ما هو؟ المؤمن لحم وعظم وشحم وجلد، حاله حال بقية الناس. ما الشيء الزائد في المؤمن عن بقية الناس؟ أنت عندك لحم، هو عنده لحم أيضا، الكافر المنافق أيضا نفس الشيء. يعني ماذا إشعاعات طيبة؟ هذا حاله حال بقية الناس، جسمه مثل جسم بقية الناس. كيف تقول أن جسم المؤمن، ليس فقط الروح، الروح والنفس شيء، جسم المؤمن يصدر إشعاعات طيبة، جسمه مثل جسم بقية الناس؟ الجواب على ذلك الحديد نفس الحديد، ولكن هذا الحديد لا يصدر أي إشعاعات، حديد ثاني يصدر إشعاعات أمواج النت، أمواج النت تصدر من ماذا؟ من حديد، من قطعة حديد، هذا حديد ذاك حديد. كيف يمكن أن هذا الحديد يصدر إشعاعات، يبث النت أمواج معينة؟ هذا الذي نسميه بالنت، هي أمواج. هذه الأمواج هذا الحديد يصدرها، ذاك الحديد لا يصدر أمواجا، الحديد نفس الحديد لا يختلف. صحيح هذا حديد وذاك حديد، ولكن ذاك حديد فارغ، هذا حديد فيه شيء، معه شيء. إما هو الحديد نوعية خاصة، لا ليس فقط هذا، يوجد معه أشياء ثانية. الجلد واللحم والعظم نفس الجلد واللحم والعظم، ولكن هذا المؤمن طينة هذا اللحم مختلفة أولا، ثانيا وجود شيء في قلبه اسمه الإيمان بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا يؤثر. أما أن الذنوب تمنع، هذا المعنى ورد، يعني يستفاد، بل ورد في روايات عديدة. لاحظوا من جملة الرواية الشريفة كنماذج أن الذنوب تمنع، الذنوب مشكلة هذه الإشعاعات. في بعض الروايات الشريفة أن الحاج والمعتمر إذا رجع من الحج سارعوا، حسب تعبير الإمام عليه الصلاة والسلام، بادروا إلى السلام عليه. لماذا نسارع؟ قبل أن تخالطهم الذنوب. أقرأ الرواية الشريفة بالنص عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول: بادروا بالسلام على الحاج والمعتمر ومصافحتهم من قبل أن تخالطهم الذنوب. الحاج المعتمر يصبح نظيفا، ذنوبه تغفر،
هذا عندما يرجع قبل أن تأتي الذنوب اذهب إليه وسلم عليه. هذا الآن رجع للحالة الطبيعية للمؤمن. الحالة الطبيعية للمؤمن ما هي؟ الحالة الطبيعية للمؤمن عندما تصافحه تستفيد منه مصافحته، السلام عليه، ليس فقط المصافحة، هو مجرد السلام عليه أنت تكسب منه شيئا. إذا خالطت الذنوب لا، الوضع يختلف، هذه الآثار الإيجابية تضعف، والعياذ بالله أحيانا ذنب جدا كبير أو تتراكم ذنوب شيئا فشيئا، أصلا الحالة الإيجابية تذهب، تعدم، تغطي عليه بالضبط، مثل الرائحة الكريهة عند وردة لها رائحة طيبة. هذا حديث في جانب. في جانب آخر أحاديث شريفة تبين أن هذا لعله من حقوق الزائر، زائر أهل البيت بصورة خاصة، زائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، زائر قبره الشريف، من الحقوق، من حقوقه أن تستقبله، أن تسلم عليه. لماذا؟ هذا لماذا مذكور في بعض الروايات الشريفة. طبعا هذه الروايات الشريفة تبين جوانب، ولا القضية لها جوانب أكثر، كل رواية تبين زاوية. من جملة الروايات الشريفة هذا الحديث، على ما ببالي مرة قرأته لعله كله، حديث في مقاطع، أنا أقرأ لكم مقطع واحد من هذا الحديث الشريف. حديث المعلى، معلى بن خنيس، عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، في مقطع من الحديث الشريف يقول: إذا انصرف الرجل من إخوانكم من زيارتنا أو زيارة قبورنا، رجع واحد من الزوار رجع، فاستقبلوه. البعض منا عندما يرجع الزائر نذهب لزيارته في بيته، في ديوان، في كذا، عمل جدا عظيم. الرواية الشريفة تبين شيئا آخر، لا، استقبله. استقبله يعني ماذا؟ يعني هو راجع من المطار مثلا، اذهب إلى المطار. راجع عن طريق البر مثلا، اذهب إلى الحدود مثلا، استقبله. هذا يسمى استقبال. الاستقبال ليس معناه أنه تزوره في بيته، هذا شيء عظيم وحسن ومأمور به أيضا في الرواية الشريفة. هذه الرواية الشريفة تبين شيئا آخر، استقبله يعني اذهب إليه بالمقدار الذي تتمكن، فاستقبلوه. ثانيا، وسلموا عليه. ثالثا، وهنئوه بما وهب الله له، قل له هنيئا لك، الله عز وجل وهب لك شيئا عظيما، أنت حصلت على نعمة كبيرة، هنئه. الآن يقول صلوات الله عليه في مقطع من الحديث الشريف: وإنه، هذا شاهدي، ما من رجل يزورنا أو يزور قبورنا إلا غشيته الرحمة وغفرت له ذنوبه. لماذا تستقبله؟ لماذا تسلم عليه؟ أنت تكسب منه شيئا، لماذا؟ لأنه غشيته رحمة، لأنه غفرت له ذنوبه. هذا رجع طاهر، رجع نظيف، رجع بالحالة الطبيعية للمؤمن. الآن عندما تسلم عليه تكسب منه شيئا، إشعاعاته تصل إليك، إشعاعات إيجابية. عندما تتكلم معه، عندما تستقبله، عندما تهنئه، تكسب منه شيئا. هذا مركز إشعاع إيجابي. كانت هناك مشاكل، إذا كان للشخص والعياذ بالله ذنوب، هذه الذنوب كانت تغطي، الآن هذه الذنوب ذهبت، صار زائرا لقبر من قبور أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا رجع بالحالة الطبيعية له. هذه بعض الأحاديث، أحاديث طبعا شريفة أخرى، هذه تبين آثار إيجابية للشخص المؤمن النظيف، المؤمن بدون ذنوب، على الأشخاص. هناك روايات شريفة تبين الآثار الإيجابية على الأشياء. أقرأ رواية شريفة، بعض الروايات الشريفة سابقا قرأتها، رواية شريفة حديث صفوان، صفوان الجمال،
عن الإمام أبي عبد الله صلوات الله عليه الصادق صلوات الله عليه يقول: وإن زائره، في مقطع من الحديث الشريف يبين زيارة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: وإن زائره ليخرج من رحله، ينزل من السيارة مثلا، فما يقع فيئه على شيء إلا دعا له. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيئه، ظله، عندما يقع على شيء ذاك الشيء يكسب. في روايات شريفة أخرى الأشياء تتطلع لعل هذا المؤمن ينظر إليها. هذه الرواية الشريفة تبين الفيء، في بعض الروايات الشريفة النظر، الأرض تتطلع يا ريت هذا المؤمن، هذا الزائر الذي زار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ينظر إلي، الأرض تتوقع ترغب في أن المؤمن ينظر إليها تكسب منه، الجدار يتوقع يتطلع لعل هذا المؤمن هو ينظر إلى الأشياء، هذا المؤمن الذي رجع من الزيارة، من زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، لعله ينظر إليه. من نظر المؤمن الأشياء، ليس فقط الأشخاص، الأشياء تكسب، السيارة تكسب، الجدران تكسب، الكرسي بالشارع يكسب، الأشياء. هذه الرواية الشريفة تبين ظل المؤمن أو فيئه حسب تعبير الإمام عليه الصلاة والسلام، فما يقع فيئه على شيء إلا دعا له. فإذا وقعت الشمس عليه، بمجرد أن الشمس تشرق على هذا المؤمن الزائر، فإذا وقعت الشمس عليه أكلت ذنوبه كما تأكل النار الحطب. اللهم صل على محمد وآل محمد. تأكل بعض ذنوبه، تحرق بعض ذنوبه، لا، وما تبقي الشمس عليه من ذنوبه شيئا، تحرق كل الذنوب فينصرف، وما عليه ذنب، ما عليه ذنب نظافة فقط ينظف، لا، يرتقي أيضا درجات، وقد رفع له من الدرجات، اقرأوا روايات درجات الجهاد في سبيل الله، الذي يقتل في سبيل الله كم له من الثواب الله يعلم. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول بالنسبة إلى زائر الحسين عليه الصلاة والسلام: وقد رفع له من الدرجات ما لا يناله المتشحط بدمه في سبيل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأشياء تكسب، الأشياء تتأثر، ليس فقط الأشخاص، حتى الأشياء، الجمادات تكسب من هذا المؤمن. لماذا؟ لأن هذا المؤمن عندما يرجع من الزيارة أصبح نظيفا، هذا زائر، الزائر الذنوب تغفر، الذنوب غفرت أصبح نظيفا، يرجع إلى طبيعته الأولية، عنده إشعاعات إيجابية تصل إلى الأشخاص فقط، لا، حتى تصل إلى الأشياء. ماذا تكسب الأشياء؟ لا نعلم. الجدار ماذا يكسب من نظر المؤمن إليه؟ الأرض ماذا تكسب من وقوع فيء المؤمن الزائر عليها؟ ما نعرف، ولكن تكسب شيئا، بل أشياء تكسب. عالم الجمادات، عالم الجمادات لا نعرف تفاصيلها أصلا، عالم معين، كما أننا نكسب، البشر نكسب أشياء فوائد، الجمادات تكسب، تكسب، تفقد. هناك شيء موجود في أكثر الكون يسمى بالكلي المشكك، طبعا مصادق الكلي المشكك، أكثر ما في الكون مصادق الكلي المشكك، الكليات بعضها كل مصادقها مثل بعض،
لا توجد درجات فيها. هذه بعض الكليات، أكثر الكليات المصاديق لها درجات، أكثر ما في الكون مصاديق لكليات مشككة. يعني ماذا؟ يعني النور مثلا، النور له مصاديق مختلفة الدرجات، عندنا النور ضعيف، عندنا نور متوسط، عندنا نور قوي، عندنا نور أقوى من ذلك، أقوى من ذلك درجات. البياض درجة واحدة؟ لا، عندنا بياض، عندنا بياض أشد بياضا من ذاك، البياض له درجات. أكثر ما في الكون مصاديق لكليات مشككة، يعني لها درجات، ليست درجة واحدة كلها مثل بعض. توجد بعض الكليات التي مصادقها بدرجة واحدة، أكثر الكليات ليست هكذا. غفران الذنوب مشكك، ليس بدرجة واحدة. نظافة، غفران الذنوب يعني ماذا؟ يعني النظافة، النظافة بدرجة واحدة؟ لا، هذا شيء نظيف، هذا شيء أنظف منه، هذا شيء أنظف من أنظف، درجات. أمور أخرى هذه لها درجات. موجب، لاحظوا المؤمن المفروض أصلا لا يرتكب ذنب حتى تبقى تلك الطبيعة الأولية له. المؤمن الله عز وجل جعله مركز بركة في الكون، جعله مركز إشعاعات إيجابية حسب تعبيرنا. الذنوب تمنع، المفروض المؤمن لا يرتكب ذنب أصلا. هذا الشيء الذي أراده الله سبحانه وتعالى من وجود المؤمن في الأرض، هذا الشيء يؤدى. إذا ارتكب ذنب يحجب هذا الشيء. أنت الله عز وجل جعلك مركز نور، مركز إشعاع، لماذا تغطي هذا النور؟ المفروض المؤمن لا يرتكب ذنب. إذا ارتكب ذنبا يلزم أن يبحث عما يوجب غفران الذنوب، التطهير. ولله الحمد الله عز وجل جعل أشياء كثيرة توجب غفران الذنوب، ولله الحمد، هذه من نعم الله عز وجل الكبرى، من نعمه الكبرى على البشر، أن أسباب طهارة الروح، طهارة النفس، أسباب غفران الذنوب كثيرة ولله الحمد، من التوبة وغيرها. هذا الشيء الذي جعله الله سبحانه وتعالى للمؤمنين له درجات، من أعلاها، هذا الذي يستفاد من الرواية الشريفة الكثيرة، من أعلاها زيارة أهل البيت بصورة عامة، زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه بصورة خاصة، هذا الشيء يوجب غفران الذنوب. الشيء الثاني أيضا، الشيء الثالث، الشيء الرابع، زيارة سيد الشهداء في غفران الذنوب لها درجة كبيرة جدا، يعني درجة التطهير درجة كبيرة جدا. مرة الشيء يطهر الآثار تبقى، مرة الآثار تزاح، بعض الآثار الدقيقة تبقى، لا، في زيارة سيد الشهداء لا الذنوب تبقى، لا الآثار غير الدقيقة، لا الآثار الدقيقة، شيء ينظف كليا، تنظيف خاص. هذا الشيء الموجود في زيارة سيد الشهداء، زيارة سيد الشهداء وإن كانت بدرجة جدا عالية، ولكن يوجد في أعمال ثانية، الذي لم يوفق للزيارة يوجد في أعمال ثانية مثل هذا الأثر ولكن بدرجة أقل. عندك أسباب لغفران الذنب أيضا، ليس مثل الحج، ليس مثل زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام التي هي أعظم في هذا الجانب من الحج، ولكن عندك أشياء ثانية. بعض الأشياء، هذه الأشياء الذي مثل غفران الذنوب، هذه الأشياء إذا الشخص حرم من الزيارة يتمكن أن يحصل على أشباهها في أعمال ثانية، ولكن بعض الأشياء لا تحصل في أعمال ثانية، بعض الأشياء خاصة بزيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه، الذي يحرم يحرم إلا أن تشمله ألطاف خفية، لعل الشخص يشارك مع الزوار فيحصل على بعض تلك الآثار. نأمل. أقرأ رواية شريفة وأختم كلامي بهذه الرواية الشريفة، طبعا مقاطع من رواية، رواية مفصلة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه.
الرواية تبين أمورا كثيرة، الرواية يمكن لعله أكثر من صفحة، أنا أقرأ مقاطع قصيرة من هذه الرواية الشريفة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا زرتم أبا عبد الله، الحسين صلوات الله عليه، إذا زرتم أبا عبد الله فالزموا الصمت إلا من خير. هذا من آداب الزيارة طبعا، أنت في مكان عظيم لا تنشغل بكلام حسب تعبيرنا كلام فاضي، لا، الزم الصمت إلا من خير، كلام زين، كلام مفيد زين، الكلام الآخر خلي لمكان ثاني، هذا المكان ليس مكان الكلام الفارغ. وإن ملائكة الليل والنهار من الحفظة تحضر الملائكة الذين بالحائر، تعلمون طوائف من الملائكة مقيمة في كربلاء، لا تصعد لا تنزل، مقيمة هناك. الحفظة لا، ملائكة تصعد تنزل، فئات تلك تتنقل، بعض الملائكة مقيمة في الحائر. الحفظة التي تصعد تنزل في الليل والنهار هذه تلتقي بملائكة الحائر المقيمة في الحائر. وإن ملائكة الليل والنهار من الحفظة تحضر الملائكة الذين بالحائر فتصافحهم فلا يجيبونها من شدة البكاء. ملائكة الحائر منشغلون بالبكاء بالعزاء، لا يتمكنون، الشخص الذي مشغول بالعزاء مشغول بالبكاء أحيانا لا يتمكن أن يجيب حتى الكلام، يريد يجيب السلام لا يتمكن. ملائكة الحائر هكذا وضعها حسب هذه الرواية الشريفة ورواية شريفة أخرى، هذا الوضع في الليل، إن ملائكة الحائر تنشغل في الليل بعزاء شديد إلى هذه الدرجة. في بعض الروايات الشريفة إلى الزوال، في بعض الروايات الشريفة إلى الفجر، لعلها هذه أيضا درجات، ولكن في الليل مشغولة، ملائكة الحائر مشغولة بالعزاء. ملائكة الحفظة تحضر ملائكة الحائر فتصافحهم فلا يجيبونها من شدة البكاء، فينتظرونهم حتى تزول الشمس، حسب هذه الرواية الشريفة إلى الزوال، ينتظرون لا يكلمونهم، عندما تزول الشمس يبدأ حوار بين الملائكة الحفظة وملائكة الحائر، ضمن ما يقول الإمام عليه الصلاة والسلام أن ملائكة الحائر تقول للحفظة، تقول لهم بشروهم أنتم الحفظة، بشروا هؤلاء الزوار الذين جاءوا لزيارة الإمام سيد الشهداء، أنتم بشروهم، بشروهم بدعائكم. فتقول الحفظة كيف نبشرهم وهم لا يسمعون كلامنا، البشر عادة ما يسمع كلام الملائكة، بينه وبين الملائكة البشر العادي حجاب لا يسمع، فيقولون لهم باركوا، شاهدي هنا باركوا عليهم، أنتم كيف لا أعلم مسح التصرف، أنتم ملائكة الحفظة الذين تصعدون تنزلون، اجعلوا بركة على هذا الزائر، مثلا أنا أقول بمسحة أو بنظرة أو بتصرف الملائكة تعرف ماذا تصنع، باركوا عليهم وادعوا لهم عنا. هي ملائكة الحفظة المفروض تدعو للزوار، لا، أنتم هي ملائكة الحائر تدعو، بالإضافة إلى ذلك الحفظة تدعو، ملائكة الحائر تدعو، لا، أنتم الحفظة من قبلنا أيضا أدعو لهم، عبارة جميلة، وادعوا لهم عنا، فهي البشارة منا، بشارتنا نحن ملائكة الحائر للزائر أنه تحصل لهم بركة. لا أعلم وضع الملائكة، عالم الملائكة كيف يكون،
ملائكة الحائر تطلب تأمر لا أعرف، ولكن هذا قولها للحفظة. إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: ولو يعلموا، هذا الزائر الذي جاء، هؤلاء الزوار الذين جاءوا لا يعرفون قيمة عملهم، شيء أعظم من معرفة البشر في الدنيا، لا يتمكن أصلا أن يعرف. ولو حرف شرط لامتناع، يعني لا يحصل هذا الشيء، ما يعرفون، ما راح يعلمون البشر في الدنيا، ما راح يعلم قيمة عمله، قيمة زيارة سيد الشهداء، لا يتمكن أن يعرف. ولو يعلموا ما في زيارته من الخير ويعلم ذلك الناس، لو كان يعلمون لاقتتلوا على زيارته بالسيوف. لو البشر، لو الناس كانوا يعرفون ما في زيارة الحسين صلوات الله عليه من الخير، كل البشر كان يأتي لزيارة الحسين، هذه الدرة توزع فقط هنا، ومثل هذه الدرة ما موجودة في أي مكان ثاني، كانوا يتزاحمون يتقاتلون بالسيوف، هذا يريد أن يصل قبل ذاك لكي يحصل على هذا الشيء الثمين. ولو يعلموا هؤلاء الزوار ما في زيارته من الخير ويعلم ذلك الناس، لو كانوا يعلمون لاقتتلوا على زيارته بالسيوف ولباعوا أموالهم في إتيانه. كانوا يبيعون أموالهم، الجمع المضاف ظاهر في العموم، يعني كل أموالهم، يعني كان الشخص يترك كل أمواله لكي يحظى بزيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لو كانوا يعلمون، ولكنهم لا يعلمون. الحديث طبعا له تتمة في كامل الزيارات. الحديث الشريف، الإمام يذكر وضع الصديق الكبرى، وضع النبي صلى الله عليه وآله، الملائكة عندما تمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كيف يكون، رواية لطيفة جميلة. يوجد في زيارته شيء وأشياء لا توجد في غيرها. هنيئا لزوار الحسين، قبل أن يأتوا نهنئهم، وعندما يأتون نهنئهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المشاركين في زيارتهم. سيدي أبا عبد الله صلى الله عليك، لا أقول أنت مصدر بعض الخير، أقول أنت مصدر كل الخير، أنت منبع الخير لا بعض الخير، منك الخير سيدي، وأنت باب الخير، وأنت أبو الخير، أشملنا بالخير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من خص آل محمد بالكرامة وحملهم الرسالة وجعلهم ورثة الأنبياء وأعطاهم علم ما مضى وما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي عبد الله الحسين بن علي الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في بر آل محمد صلى الله عليهم، ورجاء لما عندك في صلتهم، وسرورا أدخلوه على نبيك محمد صلواتك عليه وآله، وإجابة منهم لأمر آل محمد، وغيظا أدخلوه على عدو آل محمد، أرادوا بذلك رضوانك، فكافهم عن آل محمد بالرضوان. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.